راح اترك لك هدول التسجيلات، راح اعترف لك بشي كتير مهم وعم يتعبني. خيال، الشي اللي بدي اقول لك اياه انا كتير ندمان عليه. جدي لازم بسرعة نحطها بالحوض لتقدر تسبح. مراد بيه بدك تصبر، وهلأ خلينا نحطها بالحوض تبعها. كتير حلوة هالسمكة، ما هيك جدي؟ ايه والله كتير حلوة. شو بدنا نسميها؟ منسميها ميمي. هالاسم حلو. لازم نطعميها، مو هيك جدي؟ طبعا يا بطلي الصغير، هاي السمكة إلك وانت هلأ المسؤول عنها. وين بدنا نحطها؟ منحط ماشي منيح يا جدو. جدي جدي صار لك شيء؟ مراد امي حبيبي تعال روح اقعد على الكنباية، دير بالك. ايه لا تدعس على الازاز. انت منيح؟ ايه بنتي منيح، والله ما بعرف كيف وقع من ايدي. طيب بس دير بالك رح اجي شيلهم دغري. ايه يا الله. كم مرة صارت معك هالنوبات يا بايرن بيك؟ والله هالفترة كل يوم عم تصبني هيك نوبة. ايه تمام. هلأ ليك معروف انه هذا المرض ممكن انه يزيد مع الوقت. عن جد؟ بس انت قلت لي انه وضعي مستقر. قلت لك كمان إنه بهذا المرض ما في شي مضمون يا بايرن بيك، وممكن إنه يصير الوضع أخطر وتزيد النوبات اللي عم تتعرض لها. النظام الغذائي سيء أو أي توتر ممكن يزيد المرض، فبدك تحاول تدير بالك على حالك. إيه ماشي دكتور. حضرة الدكتور، قديش بدي وقت تقريباً قبل ما يسيطر علي هذا المرض؟ فيك تعطيني وقت محدد؟ هو مستحيل أقدر أعطيك وقت معين، بس نصيحتي إلك حاول ترتب كل أمورك بأسرع وقت ولا تأجل شي لبعدين. قديش معي وقت لسه دكتور؟ هو مستحيل اقدر اعطيك وقت معين، بس نصيحتي لك حاول ترتب كل امورك باسرع وقت ولا تاجل شيء لبعدين. يلا يلا حبيبي يلا يلا فوت. جدو اهلين حبيبي. يا عمري انت يا حبيب جدو. جدو تعرف انه اليوم رحنا وركبنا على الاحصنة؟ جد؟ رحنا مع خالي هاندا وعمي جينجو. ايه منيح. ماما الاحصنة إيه؟ كانوا حلوين مو هيك؟ ايه حلوين يا عمري. يلا تعال هلا اصلح جاكيتك يا كوبوي. وهلا تعال يا حفيد الغالي لعندي شوي. يا روح شدك.
خيال. أنا هلا عم سجل هذا الحكي في حال نسيت كل شيء، لأنه مو قادر أطلع بعيونك وأعترف لك. أنا عم حس بتأنيب الضمير لأني غلطت بحقك غلطة العمر. أبوك وأمك أنا قتلتهم. كنت مضطر أنقذ حياة ابني. طارق كان عم يعيش بتخبط كبير لأنه قدر يكتشف شو عملت أنا بأهلي. يومتها طلع من البيت معصب. بالمقابل ضميري عم يأنبني بكل لحظة عم شوفك فيها. بتذكر عملتي الوسخة. حبيبي انت منيح يا عمري؟ انا تعبان ماما. هلأ ماما رح تعمل لك أكلة طيبة أنت بتحبها مشان الطيب. بس أنا ما بدي أكل شي ماما، أنا بس نعسان وبدي فوت نام. يلا لكن اشلح جاكيتك مشان تنام. إجي جدي ماما. إيه أنا جيت حبيبي. شوف شو جبت لك معي. شوفي بقلب الكيس يا ترى. مفاجأة. أها ياي حلوة هاللعبة. حبيتها؟ ايه. أنا كثير نعسان بس فيق منلعب فيها. ماشي حبيبي روح نام هلا وبس تفيق منلعب. أعطيني إياها لقلك؟ يلا حبيبي. يلا نام حبيبي، تعال نام شوي وارتاح. ايه حط راسك هون على المخدة. برافو يا بطل. وخليني غطيك هيك منيح. وهلأ نام يا أميري الحلو. يلا نام وبس فيه منلعب سوا. ماشي. أنا كتير خايفة على مراد. رح أحاول بأي طريقة أنقذ حفيدي خيال. لا تحكي لي. إن شاء الله نقدر نعمل شي مشان يطيب. أنت خليكي هادية وبس، صدقيني رح يطيب بسرعة. كيف؟ أنت بس وثقي فيني وأنا رح أعمل كل جهدي لساعده. أنا رح ساعدك بيرام. عن جد عم تحكي؟ بس عندي شرط واحد. اسمع، هديك المرة اللي اسمها شيرمين قربت جلسة محاكمتها واتنيناتنا منعرف إنه رح تطلع من السجن. بدي منك تخفي لي إياها من وشي الأرض. يلا جدي صار دورك، احكي لي قصة. ايه والله دوري. ايه راح خبرك قصة. ايوه. لا كأنه صعب شوي، كيف بدي اشرح لك؟ فيني اسحب غير ورقة؟ لا جدو ما فيك تغير شروط اللعبة ابدا. يلا طيب هلا خلونا نعيد من الاول.
أنا راح عيدة. شو رأيك نخليها مفاجأة لعيد ميلاده؟ لا جدي ما بدي، هلا بدك تحكي لي القصة. يا ربي. يعني كيف بدي أقول لك، كيف بدي أشرح لك؟ الناس بتجيبها لتنبسط. خربطت مرة تانية. أوف، أنا ما قدرت أخبي أكثر من هيك. بيوم مميز. صار لك شيء؟ جدو؟ 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 أنت منيح؟ منيح منيح. أنتوا كملوا اللعبة، أنا شوي وبرجع لكم. راجع لك حبيبي. مراد؟ شو صار لجدو؟ ما فيه شيء حبيبي، يلا نحن خلينا نكمل. هلا بروح لعند جينجو وبخبره القصة كلها، شو رأيك؟ ها؟ خليني خبره لحتى يعرفك على حقيقتك، لنشوف وقتها إذا رح يضل يحبك ولا رح يكرهك وقت يعرف إنك كذبتي عليه وخبيتي الحقيقة، شو رأيك؟ بعرف، وهذا اللي بدي إياه. خالتي هاندا؟ مراد؟ كيفك حبيبي؟ منيح. أكيد رح تكون منيح. عم بشرب كولا، بتحبي تشربي معي؟ لا حبيبي مو جاي على بالي صحة. هذا كل شيء أنا بقدر عليه. نحن هلأ حطينا الاسم بالقائمة وعم نستنى شيء متبرع وإن شاء الله خير. دكتور شكراً كثير لجهودك. العفو، بتمنى لو بقدر ساعدك أكثر. بس في عندي سؤال تاني لو بتسمح لي. تفضل. شو ممكن يكون عم يعمل مع أمك؟ ما بعرف، بس بعد ما قالت لي أمي بلشت شك بشوليا إنه إلها علاقة. يعني معقول الإنسان بيقدر يأذي أولاده؟ أي والله مو ظابطة، ما هيك؟ هذا الشيء اللي كنت عم فكر فيه، مستحيل شوليا تعملها، بس يمكن الظرف جبرها إنها تعمل هيك. حكي صح ولا لا؟ يا الله دخيلك، لو بايرام بيعرف إني مو هاندا ما كان إجا وسألني بشكل مباشر أو حتى واجهني بالموضوع. والله أنا ما عاد فهمت شي. يعني هلأ بايرام وشوليا يمكن مخبين شي، معناتها نادر وبايرام وشوليا في شي عم بيخبوه، ويمكن لحتى يغطوا على العملة اللي عملوها يعملوا شي لأمي. أنا كتير خايفة عليها. نحن لازم نعمل شي لحتى نقدر نفهم شو هو السر. مثل شو؟ مبين انه ساركان ما بيعرف شيء، بس ممكن انت تقدري عن طريقه تعرفي شو الشيء اللي مخبى. وانا شو اللي بيثبت لي انه ساركان عن جد ما بيعرف شيء؟ ما بظن انه بيعرف، لانه لو بيعرف كان رح يدير باله منيح ويمكن ما كان سكت بنوب. طيب ممكن بايرام بيعرف شيء؟ لازم نكتشف اذا بايرام كان بيعرف شيء، بس بالاول بدنا نوصل القصه لساركان.
تمام. بايرام لو بيعرف إني مو هاند أكان إجا وسألني أو حتى واجهني بهالموضوع. أنا ما عم بفهم شي. بايرام وشوليا متعاونين مع بعض. هذا الملف شو عم يعمل هون؟ لشو عم تخطط يا بايرام؟ شو عم تدوري ماما؟ ما في شي حبيبي. هاي كاميرا؟ مو هاي كاميرا جدو؟ ايه اعطيني اياها لو سمحت. يلا لا تلعب فيها. ها حبيبي ارجع لمكانك وكمل لعب. ايه ما في شيء مهم هون. خيال، اترك لك هدول التسجيلات في حال نسيت أي شيء قبل ما تسمح لي الفرصة أنه أعترف لك بكل شيء. في شي حاسس بالذنب فيه وبدي اقول لك يا مراد. امي انا ما قربت على اغراض جدو، انا كنت عم شوفها بس. عصبتي مني امي؟ لا ما عصبت. خيال، رح أترك لك هدول التسجيلات، رح أعترف لك بشي كتير مهم وعم يتعبني. خيال، الشي يلي بدي أقول لك إياه أنا كتير ندمان عليه. أبوك وأمك أنا اللي قتلتهم. حبيبي مراد، كيفك يا روحي؟ وين ماما؟ جوا. من سنين وأنا عم حس بالذنب اتجاهي وكتير كمان. كل مرة شوفك فيها وكل مرة بتطلع بعيونك عم حس بالندم.
لي.